النمسا تنضم رسمياً إلى مبادرة سكاي شيلد للدفاع الجوي الأوروبي. الخارجية تمنح 14 مليون يورو في مؤتمر دعم اللاجئين السوريين. وزارة الداخلية تقرر فرض العمل الإلزامي على طالبي اللجوء. دراسة تحليلية تكشف التحديات التي تواجه المهاجرين في سوق العمل. البريد النمساوي يكشف عن خدمة توصيل جديدة إلى داخل المنازل. ولاية فورارلبرغ تحذر المتنزهين بعد اكتشاف آثار للدب البني. مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار على نمسا ميديا لهذا اليوم. وقعت وزيرة الدفاع النمساوية كلاوديا تانر إعلان نوايا مشتركة مع ألمانيا في بروكسل للانضمام رسميا إلى مبادرة سكاي شيلد للدفاع الجوي الأوروبي. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز القدرات الدفاعية في ظل التحديات الأمنية المتنامية، وخاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وتهدف المبادرة إلى سد الثغرات في نظام الدفاع الجوي الأوروبي من خلال الشراء المشترك لأنظمة الدفاع المتطورة والتعاون في تطوير التكنولوجيا وتعزيز التعاون العملياتي بين الدول الأعضاء. وأكدت النمسا التزامها بأمن أوروبا واستقرارها بحكم موقعها الجغرافي. أعلنت وزارة الخارجية عن تخصيص 14 مليون يورو من صندوق الكوارث في الخارج لدعم المدنيين السوريين موزعة بين سوريا ومحيطها. وتعهد المجتمع الدولي خلال مؤتمر حول سوريا برعاية الاتحاد الأوروبي في بروكسل بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 5 مليارات يورو للاجئين السوريين، خصص منها ملياري يورو لعامي 2024 و25 ومليار يورو لدعم اللاجئين في تركيا، كما تم تخصيص 560 مليون يورو للاجئين في لبنان والأردن والعراق، مع تقديم قروض إضافية بقيمة 2.5 مليار يورو لمشاريع إعادة التأهيل في سوريا. أعلن وزير الداخلية النمساوي جيرارد كارنر عن قرار بفرض العمل الإلزامي على طالبي اللجوء بهدف تسريع دمجهم في المجتمع النمساوي. وسيطلب من جميع طالبي اللجوء المشاركين في برامج المساعدات الحكومية المشاركة في برامج عمل إلزامية باستثناء النازحين من أوكرانيا، وسيتم خفض بدل نفقات الجيب إلى النصف لمن يرفض المشاركة، وبدءا من 1 يونيو سيخضع جميع طالبي اللجوء لدورة تعليمية حول القيم والمبادئ الأساسية للحياة في النمسا. وأكد كارنر على ضرورة مساهمة جميع أفراد المجتمع في رفاهية الدولة بما في ذلك طالبي اللجوء. كشفت إحصائية جديدة أن معدلات التوظيف بين المهاجرين من البوسنة ورومانيا وصربيا وصلت إلى 75%، بينما تقل عن 50% بين المهاجرين من سوريا وأفغانستان وأوكرانيا. وتعود أسباب هذا التفاوت إلى عدة عوامل أهمها اللغة، كما تختلف مستويات التعليم بين المهاجرين، حيث يحمل أكثر من 50% من الأوكرانيين شهادات جامعية، بينما يفتقر نصف الأفغان والأتراك لأي تعليم بعد المرحلة الثانوية، ويواجه السوريون صعوبات إضافية في الحصول على تصاريح العمل بجانب التمييز ونقص خبرة العمل في النمسا. أعلن البريد النمساوي عن توسيع خدمة توصيل جديدة تشمل جميع أنحاء النمسا بدءا من يوليو، حيث ستمكن الخدمة الشركات والأفراد من استلام الطرود مباشرة إلى داخل منازلهم. وتعتمد الخدمة على تقنية الأقفال الذكية من شركة نوكي النمساوية، التي تتيح للبريد النمساوي فتح أبواب المنازل دون حاجة لوجود الساكن. وكان البريد قد بدأ اختبارا للخدمة في عام 2021 مع أكثر من 2000 عميل، وبناء على النتائج الإيجابية تقرر توسيعها لتشمل جميع أنحاء البلاد. وأكد البريد على أمان الخدمة، مشيرا إلى خضوع موظفي البريد لفحص أمني صارم. نصحت ولاية فورارلبرغ من يتنزه بتوخي الحذر بعد اكتشاف نشاط للدببة في المتنزه في رانكفيل بالقرب من الحدود مع ليختنشتاين وسويسرا.
وأكد عالم الحياة البرية هيوبرت شاتس أنه لا يوجد سبب للذعر، لكنه أوصى باتباع بعض التوجيهات السلوكية ونصح المتنزهين بالالتزام بالمسارات المحددة وتجنب المشي ليلاً وعدم ترك الطعام أو القمامة في الغابة. وفي الأسبوع الماضي رصدت كاميرا للحياة البرية دباً بني اللون على بعد بضعة كيلومترات من ليخ أم أرلبرغ، ولم تسجل أي مشاهدات للدببة في فورالبرغ منذ عام 2006. كانت هذه نشرتنا مشاهدين لهذا اليوم. لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم. كنت معكم أنا قتيبة اللحام. أمسية سعيدة وإلى اللقاء.